السلام عليكم خوتي الجزائريين والجزائريات، ناس الغرباء، دائما احنا في حنام نسلم عليكم بدون استثناء. اليوم رانا في فنزبري بارك مع اخونا يا سليم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. واش راكو يا سليم؟ لاباس الحمد لله. صورنا مع سليم قبل لكن اليوم راح نصوروا معاه في فنزبري بارك. بالمناسبه هذاك ثاني خونا تزيري لكن ما يباش تزيري. الله يبارك. اسمع اخونا سي سلام، واش راك؟ انا بلا طايح تزيري. صافا خويا. عليكم السلام. واش راك؟ حنا في حنا. واش راك؟ تهلا في روحك. السلام عليكم خويا صالح. المهم ندخلوا في الموضوع. صالح السلام عليكم. اول شيء السلام ورحمه الله وبركاته. راكم في فنزبري بارك مع اخونا صالح. هكذا اليوم رانا الحد، اوكي، شو النهار كيفاش راهو في الانجليز، كما يقولوا مدينه الضباب. هكذا ما كان لا مدينه الضباب لا مدينه الحصى، فهمت؟ ما بقى والو. انا نقول لخوتي اللي من البلاد، والله غير سيريو خويا صالح، نهضر الله في ريتي. هكذا رانا البلاد اللي هم تحتها، اللي عنده هكذا اللي عنده باش يعيش يا وباش ينجوي كما يقولوا الحياه مع فاميلتو، ويدير دراري هكذا ويدير مع صالحه. هذاك كما يقولوا معليش، على بالنا البلاد بلاد الظلم، بلاد الحقره، هذه نورمال نهضروها نبداوها كما يقولوا من المستشفى تاع لاميري حتى البوتفليقه. انا بوتفليقه شحال عنده 12 سنه 15 سنه في الحب، على جالو جا لهنا الانجليز قال لهم البلاد هي مليحه، داس واي ولاد البلاد هنايا الورق مساكن ما كانش، راحت هذيك تاع اللجوء، راحت الحكايه تاع الزواج، راحت هذوك الحكايه تاع بكري خلاصت. هكذا خويا صالح نهضروا فيريتي. توعنا اللي هم تحته، حنا نقولوا لهم اللي يحب يجي لهنايا هذه البلاد ما هي تحت واحد، هذه ارض ربي سبحانه. سبحانه عز وجل. صح، اللي يحب يجي على الاقل يدير ميتي، فهمت؟ لازم له اللغه، نمبر هذه رقم واحد، لازم له اللغه، ما يجيش لهنايا ما يعرفش اللغه. حاجة الثانيه لازم له الدبلوم، لازم يتعلم حرفه باش يخدم. يا لو كان حفاف. يا لو كان كوردوني، ماشي مي كيسيون، المهم تكون عندك حرفه، باسكو تجي لهنا واش دير؟ هاي لا لغه لا ورق لا وسموه هنا دوكا ولات بالورق، مش كيما بكري. بكري تقول له ام فرنش انا فرنسي، يامنوا دوكا غير تقول له فرنسي عرف باللي تزيري حراك، يجيب لك الدار الكبيره. اوكي، هذه من ناحيه، من جهه. من جهه واحده اخرى يا خويا البلاد يا خويا صالح، هذه الحكومه هكذا ما من الناس اللي تحتها في البلاد، انا ما فهمتش علاش الناس ما تنوش تهدر، علاش ما الناس ما تنوش. يهدروا دائما في التيفي كما الشروق النهار، الناس كاع كل ولايه في الجزائر يحكوا. بصح ما فهمتش وقتاش يديروا حاجه يسمعوا لهم باش الهضره تاعهم تتسمع. بصح انت كي تشوف البلاد النص يصفق البوتفليقه ونص ما يصفقش، ما فهمتش علاش انايا. لان هذوك اللي عندهم الفائده. لا عندهم الفائده. اي والله. بصح كاين دي فوا الناس فقاره ويصفق قفف هكذا فقير، يشوف بوتفليقه جاز يحط القفف يبدا يصفق. علاش؟ انا في رايي انا بالتصفيق هذاك ما يخدمش البلاد هكذاك، فهمت؟ بلاد الاسلام. علاش نقولوا حاجه واحده اخرى؟ دوكا احنا نقولوا بلاد الاسلام، احنا بلادنا بلاد الاسلام. احنا بلادنا بلاد التقاليد. احنا ماشي بلاد الاسلام. بلاد الاسلام هذه هي، انا نقولها انا بلادي، هذه هي بلادي، انا بلاد الجزائر خلاص الجزائر. علاه ما عطاونا حتى حق؟ تقدر تفهم علاش هذه بلادك؟ صح، هذه بلادي. علاه؟ خاطر تهلط فيا البلاد هذه، خاطر البلاد هذه رباتني هكذا، البلاد هذه علمتني. شوف البلاد هذه ما كانش لي اديك، فهمتني؟ شوف خويا صالح وريهم الزجاج، وريهم ديال كاع الزجاج، ما كانش باروداج. علاه؟ باسكو بلاد الخير هكذا. بلاد الخير ماشي معناتها بلاد الخير حنا نفهموا الخير دراهم، لا الخير هو لهنا، فهمت؟ والقوانين بارك الله فيك. حنا بلادنا بلاد مخربه، لا ما كانش نظام، ما كانش كلش فوضى. اطلع انت في بريتيج ايرويز وطلع في اري الجيري، كيف ديفيرون، صح ولا ماشي صح؟ فرق كبير. صح، معليش. احنا الجاليه تاعنا لهنا في الجزائر في بريطانيا العظمى هكذا ما عندناش حقوق، ما عندناش كوميونيتي، ما عندناش معاونه، ما من القدم اللي بالكوارت خلاص عياو ولاو ما يعاونوش الناس، جبدوا رواحهم. باسكو علاه جدد ليهم يجوا اللي تربات من الجاليه تاع الارهاب اللي ربتهم التسعينيات كما يقولوا، جاوا هنا مساكن هبلوا ولاو ما يعرفوش واش يديروا، ولاو يديروا نيمبورت كوا، ما كانش يسرق يدير هادي يتعدى على الحرم يدير على هادي، مام هادو القدم اللي هنا في الانجليز ولاو ما يديروش كونفيونس، كما يقولوا حبه طوماطيش خسرت على كاجو خويا صالح، صح ولا ماشي صح؟ يدوهم للدار يسرقوا لهم الديار، يدوهم للدار يسرقوا لهم ديارهم، يبيعوهم، إذا شاف حاجه يديرها يروح يبيعوا للحكومه. لحقت حتى بالمناسبات، لحقت حتى تبلوا المساهم. هذه تسمى هنا واش قلت لك؟ تعدوا على الحرم، فهمت؟ انسان ما يقول لك الاخر، احنا قلت لك في الجزائر احنا عندنا التقاليد، ما عندناش الدين. هذه بلاد الدين يا اخي، والله العظيم.
في البلاد تكون دير امور تجي لهنا تولي تصلي البلاد هذه اللي ما سقماتوش ما يزيدش يتسقف واللي ما يتعلمش ما يتعلمش اللي ما يتعلمش في هذه البلاد ما يتعلمش باسكو على البلاد هذه كل حاجه بالنظام كل حاجه بظرافه تفهمها تفهم فهمت دايرين طريق تقطع تعبس قفلات تقطع حنا في البلاد بهذاك ويحبس لك غير يلحق الزيبرا كروسين يحبس في البلاد زيبرا كروسين ما يحبش حنا في البلاد الحكومه تحصلها في الشعب والشعب يحصلها في الحكومه صح ولا ماشي صح اخويا صح ودوك حنا ما فهمناش الحل دوكا ورا دوك حنا بلادنا يتحبط غير تحبط ديب واش نديرو دوك الحل وشنو هو دوك هذه بلادنا ولا ماشي بلادنا اخويا صح بلادنا ونهضروا كنا قلبنا عليها ها دوك هذا بوتفليقه دوك هذا ما يحشمش دوك ما يخليش واحد جان ماشي نقولوا 20 سنه جان في 40 سنه 50 سنه 50 سنه جان خليه يحكم البلاد وكاينين ها كاينين متفقين كاين الناس اللي يعرفوا يسيروا البلاد علاش يدوا كلش ليهم علاش خلي الناس تعيش علاش رانا مر ندير بلاد الناس واش الشباب دوكا بدليل اننا الشاب دوكا كمبيوتر يعرف الاعلام الالي عنده ثقافه مختلفه نحترموا الكبار حنايا نحترموهم على الراس والعين بيان سور اوف كورس هيا دوكا قول لي ابسط كما يقولوا ابسط الاشياء شوفوا صور البارك خويا صالح صور البارك شو قد منه فارغ ليسباس فير يا ليسباس فير الخضره جنه هذه جنه ولا ماشي خد من طريق ها طريق باه يمشوا الناس طريق مخدومه الكازو مخدوم هذا اللي يجري لا قاعد مع صاحبه قاعد لا يلعب تنس يلعب ما كاش يلتب واحد يلتب واحد صالح خويا حنا في البلاد يلتاو راك تمشي يلتاو بيك يعسك يشوف في الداخل وكلام الفحش وكلام الفحش ما تقدرش تسمع مع اخوك تمشي مع اختك في الاخر ماشي يقول لك ما يعرفوش يقدروا ما هنا هنا انا المره تاعي مزوج ما نقدرش نمشي معاها فقصدك الجزائري هنا فانسبيري باك تبلوها عشان خطره علاش باسكو يقول لك هذه جزائريه بتبلاد وش المفروض يحترمها فهمت واش حبيت نقول لك ما يحترموش فهمت ربي يهدي ربي يهديهم ويهديهم ان شاء الله يهدي في البلاد ما يقدروش يديروا غازو هكذا يخلوا لي جام ساكن دراري صغار يلعبوا بالون ما يخلوش الناس هكذا تعيش يتعلم فوتبول يكون في عمره 4 سنين 5 سنين حنا في الجزائر يروحوا في الغازون يتصوروا فيه يروح البنعكن والمقام شاهد يتصوروا في الغازون ماشي عباده صح وهي نورمالمون الغازون حنا بلادنا اللي تقدر تغرس الغازون ما يكلف ناثين والو في كل حي كان اكثر من بارك على بالك بها الله العظيم في كل منطقه يعني. وعلاش هنا بيونشري يتعلم هنا يكبر عنده حوايج يقدر يشريهم حقوقه وواجباته الواجب تاعه يقرا مليح ويقرا باطل والطب باطل ثاني اللي ما يخدمش سبحان الله خويا صالح انايا هكذا دبل من كلمه انايا جات واحد العفسه جاوا لومبيلونس اقسم بالله غير حسيت روحي صالح باللي انسان نكزيستي في الحياه شوف كيفاش يجوا ليك مع لابوليس يرفدوك يحنوا عليك يدوك ويقول لك يا ويقول لك شوف كيفاش كنت في الديتنشن احنا حكمونا وقت فات حكمونا تحت تما دايرين لك مصلى الوقت الوحده ممنوع تخرج دايرين لك كارطه خاطر انت مسلم تقدر تخرج على الوحده تروح تصلي سبحان الله باش تشوف ربي سبحانه يا تشوف الناس وهنايا في الجامعات في المطار في الكولج داير لك مصلى هذا يعني مصلة. انه كل واحد وحقه في السبيطار كاين الحم حلال بارك الله حنايا في البلاد يشوف واحد مسيحي ولا يشوف واحد اوه شوف مسيحي شو اي بورتون الرسول عليه الصلاه والسلام واش قال؟ صلى الله عليه وسلم يا قال لك يا اخي نهار تاع الهجره ونبعثهم النجاشي قال لهم روحوا هذاك ما يظلم عنده حتى واحد النجاشي فهمت حنا ما عندناش قلت لك حنا ما عندناش الدين خويا صالح حنا يا اخي جاو الارهاب يقتلوا لا اله الا الله محمد رسول الله ويقتلوا في دراري صغار شكون اللي دارهم؟ مقبله ولا غير مقبله في القهوه كنت نشوف تاع خالد نزار واحد الراجل كان يهضر مع واحد الجان تاع المقبره تاع المقبره شنو؟ يهضر معاه هذاك صح عادي هذاك شابون استعرب به صح ولا ماشي صح خويا صالح؟ صح كاين بار اكزومبل كاين واحد تاعنا كان يدير فيديو نهار تاع معاصر هذاك نسيت اسمه طرطايقه ولا حراقه ولا ولا بعزيز او من بعد ولا يجوز في التيفي نعرفه ومن بعد غير جات في التيفي واش يقول لهم؟ معليش انا بكل احترامات انا ديريكت انا كيما يقولوا فرون نهضر الصح يقول لهم احنا تاعنا في الغربه في الانجليز عندنا بيرو يعاونوا الناس علاش الكذب؟ عرفتوا شكون صالح؟ علاش الكذب؟ وعلاش تكذب؟ وعلاش؟ مع الاول كنت نشتيه قلت هذا بيان ما دواشتو باللي تسمى هو بكوارطه ولا باس بيحبط البلاد باش يوري شو اوف يشوف في التلفزيون يقول لهم احنا في الانجليزي انا 6 شهور انا بايت برا ما خسر فيا صالح ما كاش اللي خسر فيا صالح هذوك شي يديروا لك يضحكوا عليك فهمت يسقسيوك واش راك دير واش ماكش دير فهمت بصح لو كان تحصل تحت الصح تحتاجهم ربي يهديهم يا اخي ربي يهديهم اللهم امين شوف تراكا
يتعاونوا. شوف لي كاش تركي يجيب له خدمه يتعاونوا. شوف لي الايرانيين يتعاونوا. شوف لي الصوماليين باكستانيين باكستان اللي نضحكوا عليهم احنا المغاربه الصوماليين الصوماليين يا الصوماليين هادو قاعد يتعاونوا. احنا نضحكوا على بعضنا اخويا صالح. احنا بالعين هاوليك شوف هاوليك ما تشوف هاوليك كذا هاوليك ما كذاش. المهم احنا واش لو ريزومي تاع هذا الكلام كاع خويا صالح، احنا هضرنا على البلاد وهضرنا على الغربه. هذه انا بور موانا غربه، ما نسميهاش الانجليز ومدينه الضبه كما كنا نسموها. هذه غربه، غربه معناتها واحد غريب لغه واحد اخرى، فهمت؟ راك في بلاد واحد اخرى. الغربه هذه ماهيش سهله كما بكري. علاش ماشي سهله؟ نعاود نرجعوا للسؤال، نرجعوا للسؤال ليك. صح. كاين اللي نقول له انا هكذا يقول لك يا ودي راك تكذب علينا، راك تحسدوا فينا. دوك نقول لك انا عندي ميتي تاعي. عندي ميتي مزوج تسمى حاجه ما تخصني الحمد لله، بصح هكذاك وراني ناقص، ما نقدرش نافوردي ندير حاجه فوق الطاقه تاعي، فهمتني؟ وما بالك يا واحد خويا صالح، ما بالك يا واحد يجو من البلاد يا لا ميتي لا لغه لا تربيه، كاين ماشي مربيين يجي ديالها همجي عمالهم كيما بكري شغل كارطه صفراء ادخل اخرج. دوكا خلاص، دوكا باش تفتح حساب لازم لك جواز. بكري كانت باش تفتح حساب بروف ادريس ياسر، دوكا لازم تجاوز اثبات على العنوان تاعك اللي لازم تثبتو ورقه تاع تريسيتي ولا تاع المشاكل هادو كاع ماشي كيما بكري كانت سهله. اوكي زادوا دخلوا دوكا الكوميونيتي الاوروبيان هادو جدد دول اوروبا الشرقيه، ماشي نهضر اوروبا الالمان وفرنسا هادوك. اوروبا الشرقيه 10 دول شرقية. رومانيا بلغاريا بارك الله فيك، رومانيا بلغاريا بولونيا بولونيا تشيكوسلوفاكيا هادو كاع البلدان الفقراء هادو كاع راهم هنا. بلغاريا على بالك مشكله تقول ماكش في اوروبا كاع ماشي نطيحوا الناس لكن واقع لا فيريت هادوك راهم هنا. اوكي البلاد هادي راهم ينقصوا دراري اللي كانوا يعطولهم دراهم، الناس اللي كانوا يعطولهم دراهم نحاولهم بداو ينحوا فيهم يخدموا دوكا. مريض واحد مريض معوق صح يبعثوه دوكا باسكو علاه يا لو كان يخدم فولونتير بارك الله فيك. وزيد ل ل اسمها تاع ليكونومي ازمه اقتصاديه زاد تحبطت البلاد والناس تزيد تكبر كريدي كرانش وريسيشن فهمت فوالا اكزاكتلي والناس تزيد الشعب يزيد يكبر تسمى البلاد هادي مابقاتش ماشي مابقاتش زعما نقول لك خلاص تولي نو اللي ما عنده والو في البلاد هذه بلاده. اوكي اللي زعما احنا نعرفه اللي عايش زعما اف 4 اف 6 ماشي اف 6 اف 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 3 ولا اف 2 عايشين في 8 هذاك يجي الغربه لهنا معليش. صح واحد اللي عنده طوموبيل كما كاين في البلاد الطوموبيل تاعو يقول لك انا نحب نطلع لاوروب، ماشي لاوروب هذه ماشي اروح وطلع برك هكذاك برك، لازم يكون عندك حاجه عندك ان اوبجيكتيف تاعك وشنو هو كي تجي لاوروب باش تولي للناس بلي راك عايش في الانجليز والله غير تشبع غربه فهمت ولا حاب تجي باش تعيش باسكو بلاد الظلم مرحبا بك. سقسوك شاب شحال في عمرك الله يبارك 32 سنه الله يبارك يعني راك تشوف انا ماكش دراري يسمى راك ناضج راك تشوف يعني كي تقول ما هكذا رانا يا خوتنا ما حسدناكمش فوالا رانا نعطيكم نصائح البكري ودوكا راهي تبدلت مالاش ماشي نقولوا ما تجوش رزق على الله لكن الانسان كي تسمع النصيحه الانسان يا خويا عجبتك دير بها ما عجبتك ديرها واش في راسك حنا حسننا خويا صالح حنا رجل لهنا ورجل لهنا ماشي زعما شغل زعما انا لو كان لقاني نفهم مع يما انا مريح مع يما مع ولادي مع ولاد بلادي مع فاميلتي واش علاش راك علاش هكذاك علاش ما تقدرش علاش خلاص راك هنا انت راك حصل تحصل تاع شنو تحصل باسكو دخلت خلاص راك تما عشت فيها راك خلاص ما تقدرش عندك وراقك لهنا عندك مرا تاعك لهنا عندك امورك لهنا فهمت خدمت سمحت في حوايج صحاب اللي كانوا معاك دوكا بولادهم كبروا وتبدلت العقليات كما قلت فهمت. اخر نصيحتك يعني اخر كلمتك بقى لنا دقيقه وشويه اخر كلمتك للناس اللي يشوفوك كلمتك مقلبه تهضر من القلب للقلب. انا من القلب للقلب انا قلت لك خويا صالح والله العظيم انا والله ما نحسد حتى واحد انا ماذا بيا تكون الكوميونيتي تاعنا لهنا بزاف كما فرنسا شفت فرنسا مليحه لكن ماشي ما تجيش هكذاك لازم لك اللغه اللي يحب يجينا نقول لك ديريكت شوف لازم لك اللغه لازم لك الميتي يا ولازم لك القلب لازم تصبر هذا ما كان هذا واش نقول وان شاء الله ربي يهدي اللي راهم هنايا ويكون معاهم وربي يفتح على ولاد البلاد ان شاء الله اللي راهم هنايا ربي ان شاء الله يديروا كاع الورق ويحطوا يشوفوا ميتهم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليك السلام يعطيك الصحه اخويا تهلا في روحك.